لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز أي بعظيم ولا ممتنع بل هو سهل عليه، يعني إذا خلفتم أمر أن يذهبكم ويأتي بخلق جديد، بل هو سهل عليه إذا خلفتم أمره أن يذهبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. تكرر هذا المعنى مرات عديدة، بعضها في حال التولي إذا توليتم، وبعضها عموما للدلالة على فقر الناس وحاجتهم إلى الله عز وجل وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. قال ابن كثير يقول وبرزوا لله أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار.
أي اجتمعوا له في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا، المكان المستوي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فالكل بارز ظاهر لا يختفي. فقال الضعفاء وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم: الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل، فقالوا لهم: إنا كنا لكم تبعا، أي مهما أمرتمونا أتمرنا وفعلنا، نعوذ بالله، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أي فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فلما قالوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. فقالت القادة لهم: لو هدانا الله لهديناكم، ولكن حق علينا قول ربنا، وسبق فينا وفيكم قدر الله، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله، فبكوا، تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله، فبكوا وتضرعوا، نعوذ بالله، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، تعالوا حتى نصبر. فصبروا صبرا لم ير مثله، فلم ينفعهم ذلك، فعند ذلك قالوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، نعوذ بالله من النار. قلت: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها، كما قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. تكرر هذا المعنى في مواطن عديدة من القرآن، أن الأتباع المقلدين لا ينفعهم اعتذارهم بأنهم كانوا مطيعين للسادة والكبراء وأنهم كانوا تبعا لهم. المسؤولية شخصية، لا يعتد بتقليد أحد في الباطل واتباعه في الكفر. وهؤلاء المقلدون في الكفر الذين لم يفكروا ولم يرفعوا رأسا باتباع الأنبياء والنظر في دعوة الأنبياء، هؤلاء كفار بإجماع أهل العلم ومخلدون في النار بموتهم على الكفر. وكونهم لم يفكروا ولم يطلعوا لأجل التقليد لا يكون عذرا لهم مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال ابن كثير أما تخاصمهم في المحشر فقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعوذ بالله. وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره وقال إبليس لما قضي الأمر يعني لما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستقر بكل فريق منهم قرارهم إن الله وعدكم أيها الأتباع النار ووعدتكم النصرة فأخلفتكم وعدي. الأتباع هنا قد يفهم منها أنه يقصد أتباع السادة والكبراء أو أتباع إبليس للمجموع، وهذا هو الظاهر أن خطبة إبليس هذه في أهل النار جميعا في الرؤساء والقادة والأتباع. قال ووفى الله لكم بوعده وما كان لي عليكم من سلطان يقول وما كان لي عليكم فيما وعدتكم من النصرة من حجة تثبت لي عليكم بصدق قولي إلا أن دعوتكم. هذا من الاستثناء المنقطع عن الأول
كما تقول ما ضربته إلا أنه أحمق، يعني إلا هنا بمعنى لكن، لكن هو أحمق، أنا ما ضربته أصلا. يبقى وما كان لي عليكم من سلطان، ليس هناك سلطان، لكن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس أن هذا استثناء أن له سلطان، ليس يملك قلوبهم، لا يستطيع أن يدخل أو يخلق الكفر في قلوبهم، ولكنه يدعوهم فيستجيبون له. وهذا قد بينه الله عز وجل، قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فما نوع السلطان؟ وسوسة وأمر بالمنكر ونهي عن المعروف، وليس أنه يملك القلوب. قال ابن كثير ومعناه ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، يقول إلا أن دعوتكم إلى طاعتي ومعصية الله فاستجبتم لدعائي، فلا تلوموني على إجابتكم إياي، ولوموا أنفسكم عليها، ما أنا بمصرخكم، يقول ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمصرخي ولا أنتم بمغيثي من عذاب الله فمنجي منهم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله فيما أشركتموني فيه من عبادتكم من قبل في الدنيا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول إن الكافرين بالله لهم عذاب أليم من الله موجع. يقال أصرخت الرجل إذا أغثته إصراخا، وقد صرخ الصارخ يصرخ ويصرخ يصرخ قليلا، وهو الصريخ والصراخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.